منذ أول يوم من انقلابها الأسود وجهت ميليشيات الحوثي أفواه بنادقها إلى صدور أبناء تيهم الأحرار، فقمعت مظاهرات الرفض لانقلابها، أمعنت في التنكيل بأبناء الحديدة، تسببت في إصابة العديد من المدنيين بجروح وإعاقات دائمة، قتلت الآلاف، اختطفت أكثر من 700 مواطن ونهبت رواتب عشرات الآلاف من الموظفين، تسببت في إغلاق المئات من المحال التجارية، اقتحمت ميناء الحديدة والموانئ الفرعية، عبثت ونهبت إيراداتها وحولتها إلى جيوب وأرصدة قادتها في صنعاء ومشرفيها بالحديدة، فرضت الإتاوات والرسوم الجائرة على السكان، حرمتهم من خدمة الكهرباء، وحولت الوقود إلى أسواق سوداء. تمكنت الميليشيا من السيطرة على اليمن، لأنه من خلال البحر استطاعوا أن يستغلوا البحر لتهريب الأسلحة والمؤن وتهريب البشر والخبراء. خلال الحديدة كذلك يعني استطاعوا أن يوفروا دعما ماليا كبيرا لمجهودهم الحربي. نهبت الأراضي، صادرت الممتلكات العامة والخاصة، دمرت زها 5000 منزل، نهبت المئات من المزارع، حولت العشرات من المدارس إلى ثكنات ومخازن أسلحة، استبدلتها بالسجون والمعتقلات، حولت المساجد إلى منابر لبث خطاب الكراهية والإرهاب وتأجيج الصراعات والأحقاد وإهدار دم اليمنيين الرافضين لانقلابها الأسود. تسببت ميليشيات الحوثي بمقتل الآلاف من أبناء الحديدة بعد أن زجت بهم بالقوة للقتال في معاركها العبثية، معظمهم من الأطفال. زرعت عشرات الآلاف من حقول الألغام والمتفجرات التي تقتل المدنيين يوميا ولا تزال تمعن في جرائمها، إذ صارت الحديدة محطات لخبراء إيرانيين لتدريب عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في تصنيع المتفجرات واستنساخ عشرات الخلايا لتهريب الأسلحة الإيرانية، وابتعاث 300 من أبناء الحديدة للتدريب في إيران ولبنان والعراق على عمليات التهريب والتفجير والإرهاب وصناعة الموت. والمهمة إنكم تروحوا إيران معاكم صندوق، هناك بتحصلوا إذا كنت الصندوق جاهز بيحملوا لكم سلاح في الصندوق، وبعدين بتتحركوا إلى الصومال. 21 من سبتمبر المشؤوم يوم أسود أحالت فيه ميليشيات الحوثي حياة أبناء الحديدة واليمنيين قاطبة إلى جحيم لا يطاق. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.